اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي بوزير النقل هشام عرفات لمتابعة نتائج التحقيقات الأولية في حادث تصادم قطارين في منطقة خورشد بالإسكندرية. هذا ووجه السيسي بتشكيل لجان فنية لتقييم عمليات الصيانة في شبكة السكك الحديدية والتوسع في نظم الإشارات الكهربائية في الشبكة، كما شدد الرئيس على سرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول الحادث ومحاسبة المقصرين. أعلنت وزارة النقل تشغيل حركة القطارات بخط القاهرة الإسكندرية بعد إزالة أثار حادث التصادم، مشيرة إلى أنه تم تسيير حركة القطارات في الاتجاهين مع تهدئة السرعة في موقع الحادث. يبدأ رئيس عبد الفتاح السيسي بعد غد جولة إفريقية تستغرق 4 أيام يزور خلالها تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد. تأتي جولة الرئيس في إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في جميع المجالات. وجه رئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها، فضلا عن الاستمرار في التعاون مع الدول الأجنبية خاصة الإفريقية. وخلال اجتماع برئيس الهيئة الفريق عبد العزيز سيف، أشاد السيسي بالدور التنموي الذي تقوم به الهيئة باعتبارها مؤسسة اقتصادية وصناعية ووطنية. شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن حملات عدة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة ونهر النيل، ونفذت الأجهزة الأمنية حملات إزالة مكبرة ل 293 حالة تعد بمحافظة المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج وقنا والمية. أحكم الجيش السوري سيطرته على مدينة السخنة، آخر مدينة رئيسة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة حمص، فيما يواصل الجيش التبخل من محاور عدة في المناطق الشرقية الخاضعة للتنظيم الإرهابي التي تبعد نحو 50 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة تدمر الأثرية. اندلعت اشتباكات في مدينة تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأمريكية بين الشرطة وعشرات المتظاهرين من تجمع اليمين. تأتي التظاهرات على خلفية تحطم تمثال للجنرال الأمريكي كان يؤيد العبودية. إخباري تالي على رأس الساعه.